السلام عليكم متابعينا الكرام، أدعوكم للاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الأخبار. لم يخفي هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني المغربي خيبة أمله إزاء عدم ترشح المملكة لاستضافة نهائية كأس أمم إفريقيا 2019 بدلا من الكاميرون التي تم سحب التنظيم منها، مؤكدا أن المغرب من البلدان التي كانت قادرة على إيجاد في استقبال المنافسة بالنظر إلى الإمكانية اللوجستيكية التي تزخ بها. وقال المدير الفني الفرنسي في حديث إلى مجلة جون أفريك: حينما علمت أن كأس أمم إفريقيا لن تكون في الكاميرون فكرت مباشرة في المغرب، إنه من البلدان الإفريقية القليلة التي بوسعها استضافة المنافسة في ظروف رائعة بمشاركة 24 منتخبا. وتابع بالقول: في المملكة هناك كل ما يلزم، لكن في آخر المطاف حينما لم يترشح المغرب أصبحت ببعض الحزن وخيبة الأمل، لكن بإجرائه هنا كان سيكون رائعا للغاية. أعتقد أن المناصرين كذلك كانوا يتمنون إقامته هنا، لكنني لست أنا من يقرر. المتحدث نفسه عرج في حوار على مستقبله والعقد الذي يربطه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قائلا: لازلت تحت عقد مع المغرب إلى غاية سنة 2022، لكنني اشتغلت في 9 بلدان ويمكنني الذهاب إلى أي مكان. لقد فضلت دوما الجانب الريادي في مكان مشروع على نظيره المالي، ولو عرضوا علي عقدا بمبلغ ضخم يوما ما الجانب الريادي سيكون مهما للغاية. إن الأهداف والأمال وتطلعاتي هي دوما الأشياء المهمة للغاية بالنسبة لي، يختم الثعلب الفرنسي الذي تنتظر مهمة صعبة في نهائية كأس أمم إفريقيا 2019 رفقة أسود الأطلس في الوقت الذي تعتقد فيه الجماهير أمالا عريضة على هذه النسخة، رغم إقامتها في مصر أحد المنتخبات التي تسعى بدورها لحيازة اللقب.